اخذوا دارنا ثكنة عسكريه بعد ما فجروا كل بيوت الحاره ما عدناهم لهم فوق دورنا وهذا احنا بنعتبره نزوح مش تهجير لا ما رايحين نتهجر احنا من دورنا يعني كيف بيطلعوا احنا بنرجع على المخيم والشيء صار غصب عنا والشيء صار فوق ارادتنا يعني انا لو ما عندي اطفال لو تحت تهديد سلاح ما بطلع من داري بس الاشي اللي صار غصب عنا والوضع جوا بالمخيم سيء لأو اصعب فوق ما تتصوروا انا من حارة المدارس طبعا فاتوا هجوم شرس كان لا طبلوا ولا اشي ما عدناهم لهم فاكعين الباب وفايتين علينا وانا الشاب الوحيد اللي بالدار كنت محشور وفي تحقيق ميداني عرفت كيف والاشي اللي صار يعني بقول لك ما بتصوروش اكل بتصوروش اكل طلعت كل كل بواب الحاره مفجره بواب الدور مفجرات عرفت كيف واحنا من امبارح واحنا الناشد بالدفاع المدني وبالاسعاف يجيب لنا مي للشرب احنا قاطع علينا المي لها اكثر من 10 ايام لغايه الان ادنى مقومات الحياه مش موجوده عنا عرفت كيف فالله يكون بعون الناس احنا بيتنا مكون من اربع طوابق حشرونا كلياتنا بغرفه تحت وكانت عندي مرت عمي وكانت عندي خالتي كان المحشورات عندي من بدايه الاقتحام نفلوا الدار كلها وفجروا بعرف شو في شيء فجروا فوق بس اللهم انه كلنا حطوا ايديكم هيك وسمعنا صوت انفجار والشبابيك اللي تحت اللي احنا بالغرفه فيها نزلن علينا فلما طلعت على الحاره للامانه يعني غزه الصغرى هاي